قبل حوالي 335 مليون سنة كانت الأرض مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم. كانت هناك قارة واحدة ضخمة تدعى بانجيا. مع مرور الزمن بدأت هذه القارة العظيمة تنقسم، فانفصلت أستراليا أولاً، تلتها الأمريكيتان الشمالية والجنوبية. تدريجياً تشكلت قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. ومع ذلك فإن الشكل الحالي لقارات الأرض لن يبقى ثابتة، تتحرك القارات باستمرار، ومع مرور الوقت قد يتصادم بعضها وينفصل بعضها الآخر. تتطلب هذه العملية حوالي 100 مليون سنة. لننظر إلى مستقبل كوكبنا بعد 100 عام. سيزداد عدد السكان بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. هذا سيسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية. سيرتفع مستوى المحيطات العالمية بمقدار 1.2 متر، مما سيؤدي إلى غمر جزر البهاما. بعد مضي 200 عام سيصل عدد سكان العالم إلى 19 مليار نسمة، مما يجعل الكوكب مكتظاً وأكثر سخونة. ستنفد احتياطيات النفط والوقود الأحفوري منذ أمد بعيد، وستتحرك القارات بمقدار 5 أمتار إضافية. في هذه الأثناء تستعد المركبة الفضائية فوياجر 1 للدخول إلى سحابة أورت، وهي منطقة مليئة بالكويكبات تقع على حافة النظام الشمسي. بعد مرور 1000 عام سيرتفع مستوى المحيطات العالمية بمقدار 3 أمتار أخرى، مما سيؤدي إلى غمر العديد من الجزر مثل سيشيل والمالديف وجالاباغوس. ستتأثر دول مثل الدنمارك وهولندا وبريطانيا في الشرق، وكذلك تايلاند وفيتنام، حيث ستصبح مناطق واسعة منها تحت الماء جزئياً. خلال 100 عام الأخيرة سيحدث نزوح هائل للبشر بسبب هذه التغيرات الجغرافية والمناخية. على مدار 5000 سنة أخرى، في عام 8113 ميلادي، ستقرر البشرية فتح سرداب الحضارة الذي أنشئ في عام 1940. هذا السرداب عبارة عن غرفة مغلقة تقع في ولاية جورجيا الأمريكية، وتحتوي على 800 كتاب وتسجيلات صوتية لشخصيات مشهورة، كما يحتوي على معدات متنوعة مثل الراديو وآلة كاتبة. تم إنشاء هذا السرداب كإجراء احترازي للأجيال المستقبلية في حال حدوث كارثة عالمية، حيث يمكن إعادة بناء الحضارة من الصفر باستخدام هذه الموارد. في تلك الحالة قد نضطر للعودة إلى استخدام الآلات الكاتبة. بعد 15,000 سنة سيتغير ميل الأرض، وستتحول الصحراء إلى جنة استوائية ستغمرها سنوات من الأمطار، مما سيحولها إلى غابة كثيفة. في فترة مماثلة من الزمن ستغادر مركبة فوياجر سحابة الكويكبات. إذا حالفها الحظ ولم تصطدم بأي شيء، ستظل تتجول في فراغ الفضاء لفترة طويلة جداً. في غضون 50,000 سنة سيتغير المناخ بشكل جذري، حيث ستبدأ درجة حرارة الكوكب في الانخفاض بشكل كبير، مما ينذر بقدوم عصر جليدي جديد. في تلك الأثناء ستصل إشارة الراديو التي أرسلت إلى الفضاء في عام 1974، والتي تهدف إلى الترحيب بالكائنات الفضائية إلى وجهتها المحددة. هذه الرسالة مشفرة بمعلومات عن الحمض النووي البشري والنظام الشمسي ونظام الأعداد البشرية. إذا تلقى أحداً هذه الإشارة فمن المرجح أن يرسل ردا. بالفعل السيناريوهات التي تتحدث عن المستقبل البعيد تحمل في طياتها الكثير من التغيرات الجذرية على الأرض وفي الكون المحيط بنا. دعونا نستعرض هذه السيناريوهات بتفصيل أكثر. بعد 100,000 سنة من اليوم، انفجار في وايكانيس ماجوريس، مستعر أعظم مرئي من الأرض. هذا الحدث سيكون مذهلاً، حيث يمكن رؤيته خلال النهار، مما يجعل الليالي أكثر إشراقاً. لون السماء سيتحول لمشهد جميل ومخيف في آن واحد. البراكين العملاقة
مع الانفجار الكوني يمكن أن تتسبب التغيرات الجيولوجية في انفجار البراكين العملاقة. هذه الانفجارات قد تقذف كميات هائلة من الحمم والرماد، مما يؤدي إلى تكون سحب سوداء كثيفة في السماء. تغيير المناخ نتيجة للسحب البركانية السوداء، سيمنع ضوء الشمس من الوصول إلى سطح الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. هذه الظروف ستجبر الناس على العيش تحت الأرض لحماية أنفسهم من البرد القارس والبيئة القاسية. تغير الأبراج السماوية مع مرور الوقت ستتحرك النجوم ببطء في السماء، مما يؤدي إلى تغيير مواقع الأبراج المألوفة. هذه التغيرات ستجعل الأسماء القديمة للأبراج غير ملائمة. بعد 250 ألف سنة من اليوم، ظهور جزيرة جديدة، بركان تحت الماء في المحيط الهادئ سيثور لآلاف السنين، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور جزيرة جديدة على سطح المحيط. الجزيرة ستكون خالية من الغطاء النباتي في البداية، لكنها ستبدأ في اكتساب الحياة على مر الزمن. اختفاء شلالات نياجرا. بحيرة إيري وأونتاريو ستندمجان في بحيرة واحدة، مما يؤدي إلى اختفاء شلالات نياجرا الشهيرة. هذا التغير الكبير سيعيد تشكيل الجغرافيا المحلية بشكل جذري. بعد 300 ألف سنة من اليوم، انفجار النظام النجمي الثلاثي. سيبدأ النظام النجمي الثلاثي في الدوران بسرعة فائقة، مما يمهد الطريق لانفجار هائل. إذا وصل الإشعاع الناتج عن هذا الانفجار إلى الأرض، فقد يتسبب في أضرار كبيرة، بما في ذلك التأثيرات البيولوجية والبيئية. فويجر تصل إلى سيريوس. المركبة الفضائية فويجر التي أطلقت في عام 1977 قد تصل إلى نجم سيريوس، النجم الأكثر سطوعاً في سمائنا. هذا الحدث سيكون علامة على قدرة البشرية على اكتشاف واستكشاف الفضاء العميق. هذه السيناريوهات تبرز التحولات الكبيرة التي يمكن أن يشهدها كوكب الأرض والكون المحيط بنا خلال مئات الآلاف من السنين. التحديات والمفاجآت التي قد تواجه الأجيال المستقبلية ستكون عظيمة، لكنها أيضاً ستكون فرصة لاكتشاف المزيد عن الكون وتطوير تقنيات جديدة للبقاء والاستمرار. رؤية المستقبل عبر مئات الملايين من السنين تعكس تغيرات جذرية في جغرافيا الأرض، المناخ والتكنولوجيا، وكذلك التحديات الكونية التي قد تواجهها البشرية. دعونا نستعرض هذه السيناريوهات المتوقعة بالتفصيل. بعد 500 ألف سنة من اليوم، سقوط نيزك ضخم، الانفجار والتأثير العالمي، تأثير الضغط. الانفجار سيولد موجة ضغط هائلة تنتشر عبر الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى تدمير واسع النطاق. الغبار والحطام. سينتهي المطاف بكميات كبيرة من الغبار والحطام في الغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى شتاء نيزكي، حيث تحجب الشمس لفترة طويلة، مما يؤثر على الزراعة والنظام البيئي. الاستجابة البشرية. التحضير المسبق. قد تكون البشرية قد طورت تكنولوجيا متقدمة لرصد وتفادي مثل هذه الكوارث، بما في ذلك تكنولوجيا الدفاع الكوكبي. الإغاثة والتعافي. برامج الإغاثة العالمية ستكون ضرورية لمساعدة المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية. بعد مليون سنة، النجم المتجول غلاز 710. تأثير على الكويكبات والمذنبات. تأثير الجاذبية. قد يؤدي مرور النجم إلى زعزعة استقرار الكويكبات والمذنبات في سحابة أورت، مما يزيد من احتمالية اصطدامها بالأرض. تحفيز النشاط الجيولوجي. سقوط المذنبات بشكل متكرر
قد يؤدي إلى نشاط بركاني وزلزالي متزايد، التكيف البشري، بناء مستوطنات آمنة، إنشاء مستوطنات تحت الأرض أو في الفضاء لحماية البشر من التأثيرات الخارجية. تكنولوجيا الحماية، تطوير دروع كوكبية أو أنظمة دفاعية لتدمير أو تحويل مسار الكويكبات والمذنبات. بعد 10 ملايين سنة، تغيرات جيولوجية في أفريقيا، صدع شرق أفريقيا، تكوين خليج جديد. الصدع سيفصل شرق أفريقيا مكوناً خليجاً جديداً يعيد تشكيل الجغرافيا المحلية. نشاط بركاني، النشاط التكتوني قد يؤدي إلى زيادة النشاط البركاني في المنطقة. التطور التكنولوجي، الرقمنة الكاملة، التحول إلى الكائنات الرقمية قد يتيح للبشر التواصل مع الكائنات الحية الأخرى بطرق جديدة، مما قد يعزز التفاهم والتعاون البيئي. بعد 25 مليون سنة، تغيرات جيولوجية في أمريكا الشمالية، ظهور بحر جديد. التغيرات التكتونية، الحركات التكتونية ستؤدي إلى ظهور بحر جديد على الساحل الغربي، مما يعيد تشكيل المناظر الطبيعية والسواحل. بعد 50 مليون سنة، تصادم أفريقيا مع أوراسيا، إزالة البحر الأبيض المتوسط، الجبل الجديد. اصطدام القارات سيؤدي إلى ارتفاع جبل جديد، ربما يكون أعلى جبل في العالم. التغيرات البيئية، التغيرات الجغرافية قد تؤدي إلى تحولات في المناخ والنظم البيئية المحلية. حركة أستراليا والتصادم مع آسيا، استمرارية الحركة الشمالية لأستراليا قد تؤدي إلى تصادمها مع جنوب شرق آسيا، مما يغير الجغرافيا المحلية. بعد 60 مليون سنة، جبال روكي الكندية، انهيار الجبال وتتحول إلى سهول. جبال روكي تتحول إلى سهل منبسط نتيجة التآكل الزمني والتغيرات التكتونية. بعد 80 مليون سنة، جزر هاواي، بقاء جزيرة واحدة وغرق الجزر. معظم جزر هاواي القديمة ستغرق تحت الماء بسبب التآكل والنشاط البركاني. سلسلة جديدة من الجزر، ظهور سلسلة جديدة من الجزر في المنطقة المجاورة بسبب النشاط البركاني المستمر. بعد 100 مليون سنة، اختفاء المحيط الأطلسي واندماج القارات. بانجيا الجديدة، اندماج القارات سيؤدي إلى تشكيل قارة عظمى جديدة تعرف ب بانجيا بروكسيما. تغيرات مناخية، اندماج القارات سيؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة نتيجة لتغير تيارات المحيط والأنماط الجوية. الحياة على المريخ، تغيرات في مستعمرات المريخ واقتراب فوبوس. اقتراب قمر فوبوس من المريخ سيؤدي إلى زيادة الجاذبية عليه، مما قد يتطلب نقل المستعمرات المريخية إلى مواقع أكثر أماناً. الاستيطان الفضائي، تطور مستوطنات فضائية أخرى بعيداً عن الكواكب الداخلية لتجنب مثل هذه التهديدات. هذه السيناريوهات تقدم صورة معقدة ومثيرة للتفكير حول مستقبل الأرض والنظام الشمسي. التكيف مع هذه التغيرات يتطلب تقدماً هائلاً في التكنولوجيا والمعرفة العلمية، بالإضافة إلى التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات البيئية والكونية.